مرحبا بكم في منصة ذيرباك. اليوم الباك انفو ان شاء الله باش تلقوا فيه ان انسومبل دي سيري كيما تشوفوا لهنا. السيري تاعهم كيما تشوفوا فيها دي زيكزارسيز، هذه هي السيري نيميرو 2، فيها دي بروبليم، هذا دوار دو سانتيز نيميرو 1. باش تلقوا افيك الكوريجين تاعو بالطبيعة، هذا تيبي براتيك نيميرو 1، هذا سيري 3 على لي سو بروغرام. أو الإكزارسيسات الكل باش تلقاها كوريجي، ثم دي زيكزارسيس باش نصلحوهم أون بيتون، ثم باش نصلحوهم ناس فورم ألغوريتميك، والكل باش نعطيكم البي دي اف كيما هكا كوريجي، معناها مكتوب تلقوه بي دي اف كوريكسيون باللي، ثم الكوريكسيون تلقوها سو فورم دي يعني موجودة على البي دي اف كيما هكا، وثم ال اكزامبل اخرين زيادة اكزامانات نتاع البي سي بيلوت، ثم البيجا، ثم اكزامانات نتاع البي سي بيلوت في بنزر، الكل دي زيكزامان وسيريات. والحاجة الباهية انك باش تلقى كل اكزارسيس، شفتوا لهنا اي اكزارسيس باش تلقاه لهنا، مثلا اكزامان تي بي ترافو براتيك نيميرو 1 ذا باش تلقاه مصلح ومعاه فيديو، كل اكزارسيس باش تلقاه اكسبليكي وديتايي في فيديو، واضح ولا؟ معناها الباك هذه سومها مقارنة بالمجهود اللي ختمناه فيها، باش تلقوا برشا سيريات وسوم رمزي اللي هو سوم 30 دينار فقط، اللي هما مقارنة بالمحتوى اللي باش تلقوه صراحة حاجة هايلة على الآخر. مي هذا لو بالطبيعة السوم 30 دينار في البداية، يعني ممكن الجمعة الجاية اللي بعدها نبدأ نهبط في الباك هذي يعني للبيع 30 دينار، ممكن جمعتين ماكس ثلاثة جمعات البريم تاعو باش يطلع، لأنه السومو الأصلاني تحت 80 مش باش نبيع، فهمت؟ دونك مي مبدئيا باش ننقص في نعمل ريميز في الـ في, الـ في البريم تاعو فترة تقريبا أسبوعين ثلاثة أسابيع بداية من الأسبوع الجاي، وهاونو كيما تشوفوا لهنا هذوما لي سيري موجودين برشا إكزارسيت كوريجي وإكزامانيت، معناها شفتو نتوما اللي بالحق تفهموا لي زيكزامان هاذم وتفهموهم كيما لازم، بصراحة نقول لكم أنو تنجم حتى تو تعدي الباك نتاعك، لأنهم ما شاء الله في زيكزامان موجودين يعني باهي ككونتيني، وزيادة في الحاجة الباهية الأساسية أكثر حاجة باش تفيدكم هي الديتاي بالفيديوهات، ديتاي معناها أي حاجة مفسرة كيفاش عملت هكا، علاش هكا، علاش عملت الطريقة هذي، باش تفيدكم زيادة في الريزونمون. دونك أي واحد يحب على الباك هذي يكلمني على البريفي ان شاء الله، اي واحد زاد عنده كيستيون ينجم يسال. ومع العلم الكونتوني نتاع الباك هذي راهي فيها ثم بارتيات ما زلت ما قريتوهاش اصلا باش تعدوا عليها في الباك تي بي، دونك كليزا انترفاس جرافيك وميثود دو تري والريشيرش، يعني فيها الكل كل الكل فيها لي دوفوار. وزاده مع هذه كل مره باش نزيد مبدئيا الباك من هنا كما قلت لكم الجمعه الجايه نبدا السومه نتاعها سومه رمزي 30 دينار فقط، باش نختمو فيها نصلحو فيها 10 سيريات فيديوهات، باش نعطيكم الكوريكسيون بي دي اف ونعطيكم لي بيان تاع الفيديوهات باش تفرجوا عليها وتنجمو حتى تيليشارجو. دونك هذوما لي سيري ولي زيكزاما كل تاع عام كامل تقريبا. ما شفتوا بعد نحنا باش نهبطوها الاسبوع الجاي ممكن شهر اليوم 15، معناها تقريبا في 21 في الشهر 22 تهبط الباك لاخر الشهر يمكن 10 ايام هكاكا باش يبقى سومها 30 دينار، من بعد لا يوفى الشهر هذا باش يرجع سومها 80 دينار باش نكونوا واضحين. دونك اي واحد يحب ياخذ الباك هذي يزرب باش يتحصل عليها في الريميز هذا، لانه تقريبا اكثر من 60% ريميز عندي. دونك ان شاء الله ربي يوفقكم وان شاء الله بنجاح، ومرحبا بكم. اي واحد عنده استفسار سامحوني يسالني، مرحبا، سلام.